مساء الخير، أهلا بحضراتكم مشاهدي أكسترا نيوز. التغطية مستمرة، وهذه الساعة نناقش مع حضراتكم أهم التطورات أو الأخبار. في مقدمة هذه الساعة هنتناول مع حضراتكم الاتصال الهاتفي اللي تلقاه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من نظيره البلغاري، واللي يمكن تضمن الكثير من الرسائل، خاصة فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأوضاع بشكل عام في المنطقة. هنستقرأ هذا الاتصال وغيره من الأخبار، تابعونا. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس البلغاري رامان رديف، تناول مسار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين. ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع بالشرق الأوسط وقطاع غزة، حيث استعرض الرئيس مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري. أكد الرئيس السيسي على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل الدولتين، ومحذرا من أن استمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسع الحرب إقليميا وما قد ينتج عن ذلك من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة. ومن جانبه ثمن الرئيس البلغاري الجهود المصرية للتهدئة في المنطقة، وأيضا الدور المصري الراسخ كقوة سلام واستقرار إقليمية، مؤكدا على حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع السيد الرئيس بهدف المساهمة في استعادة الأمن والسلم في المنطقة. لمزيد من النقاش حول رسائل ومضامين هذا الاتصال بشكل عام بين الرئيس السيسي والرئيس البلغاري، معي على الهاتف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. تحياتي دكتور، ويعني اتصالات مكثفة من الرئيس وللرئيس، يعني مختلف الاتصالات مع مختلف قادة دول العالم بالتأكيد من أجل وقف إطلاق النار ورفع المعاناة. أهمية هذه الاتصالات برأيك، وخاصة على صعيد الحشد الدولي الدعم للقضية بكل تأكيد؟ هو بالتأكيد طبعا اتصال الرئيس رومين رديف الرئيس البلغاري بشكل الرئيس عبد الفتاح اليوم هو مهم، لأن يعني هناك حشد دولي واهتمام دولي بطبيعة ما يجري في قطاع غزة، خصوصا وإنه هناك صورة على الجانب الآخر تحاول إسرائيل نقلها إلى الرأي العام الدولي والجمهور الدولي، فبالتالي في حرص مصري على نقل هذه الصورة. العلاقة بين بلغاريا وبين المنطقة العربية والقضية علاقات جيدة، وإحنا لينا مع هذه الدولة علاقات يعني تجارية واستثمارية واقتصادية بصورة كبيرة، وفي مجالات تعاون في مجالات طاقة. أعتقد العلاقات جيدة في هذا الإطار. أهم ما تم طرحه هو رسالة السيد الرئيس مهمة في هذا التوقيت للتأكيد على ما تواجهه المنطقة من تحديات ومخاطر مرتبطة باستمرار الحرب في غزة وحالة التصعيد أيضا بين حزب الله وبين إسرائيل، والجهود المصرية محاولة وقف ما يمكن أن يجري في إطار الوساطة المصرية الدؤوبة والناشطة والمستمرة حتى هذه اللحظة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، ودفع الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار وبدء خطوة في هذا الإطار. أعتقد أنه الدبلوماسية الرئاسية لعبت دور حضرتك كبير ومهم طوال الفترة الماضية لإعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، والأمر الأهم في تأكيد أيضا هو حشد المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، وصولا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وحضرتك تفضل.
هذا الامر في هذا السياق، واعتقد انه مصر نجحت بمهاره في اعاده تقديم الملف الفلسطيني بكل تطوراته الى الخارج. اعتقد ده اهم شيء في تثبيت القضيه الفلسطينيه، هو دعم ومساندة واعاده تقديم القضيه الى الجمهور والرأي العام الدولي. يعني عايزة أنتقل مع حضرتك لجديد الأخبار، وهو أنه مصر، الأردن والسلطة الفلسطينية غير راضين تماما عن شروط نتنياهو الجديدة، كيف تعلق؟ هو بالتأكيد طبعا اللقاءات التي تعلنها نتنياهو وحكومته من الآن لآخر وإعادة لتدبير الأفكار والرؤى مرة أخرى. القضية ليست الانسحاب من الممرات، هو في النهاية سينسحب الممر صلاح الدين وسيخرج بوضع القوات الإسرائيلية من معبر رفح. القضية ليست بهذه الصورة، قضية مرتبطة بالداخل والجمهور الإسرائيلي ومحاولة إسرائيل رسم أمنها الخاص بها، وكأنه لا يوجد أمن في الإقليم إلا الأمن الإسرائيلي أو الأمن القومي الإسرائيلي. وفي طبعا يعني نقاشات طويلة تدور حول طبيعة الدعم الأمريكي لإسرائيل ومحاولة الولايات المتحدة لعب دور الوسيط في هذا الإطار. حضرتك تعلمي أن مصر والولايات المتحدة وقطر انخرطوا طوال الفترة الماضية في اتصالات لم تتوقف بالمناسبة حتى أمس، بل وتواصلت بعد مغادرة الوفود القاهرة. أعتقد أنه الفرق المتخصصة من الدول الثلاث تستطيع الوصول إلى نقاط تلاقي. المهم الآن هو الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية لوقف الأعمال الإكرامية والممارسات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في هذا التوقيت، لأنها تعتمد استراتيجية أو مقاربة تام الحل من جانب واحد او فرض او تكليف استراتيجية بامر واحد، وهو ما ترفضه مصر شكلا ومضمونا وترفضه كل الاطراف المعنيه لعمليه التسويه والسلام في الشرق الاوسط. نعم، ارجع مع حضرتك للاتصال بين الرئيس البلغاري والذي ثمن الجهود المصريه اللي حضرتك تحدثت عنها طيله الشهور الماضيه. سؤالي، كيف يعكس هذا التثمين او هذا المديح رؤيه القوى الدوليه بشان التحركات المصريه دكتور؟ يعني أنا في تقديري أن الموقف الأوروبي داعم بصورة أخرى، وهناك حشد دولي أشرت لي ما يمكن أن يتم في هذه الفترة، لكن المهم أن تبقى القضية الفلسطينية قائمة ولا يمكن تصفيتها بصورة أخرى. مصر وقفت حضرتك حائط صد ومانع كبير أمام تصفية القضية الفلسطينية وإجراء المخططات والمشروعات الإسرائيلية. دولة الاحتلال كانت ممعنة تماما في الوصول إلى خطة الترانسفير والترحيل والتهجير والتسكين، ونجحت مصر في وقف هذا المخطط الإجرامي اللي قامت فيه إسرائيل في عمليات الترحيل لآلاف الأسر الفلسطينية. يعني أعتقد إنه كذبة القضية الفلسطينية إعادة تقديمها برغم التكلفة اللي دفعها الفلسطينيين، لكن أعتقد المهم الآن هو الانصاف لصوت العقل والتجاوب مع ما تطرحه مصر. مصر دولة مسؤولة في نطاقها الإقليمي، وبطبيعة الحال القضية الفلسطينية هي قضية مهمة لنا وقضية بطبيعة الحال قضية أمن قومي لنا وأحد مرتكزات السياسة الخارجية المصرية على كل الأحوال. حضرتك تحدثت دكتور عن الدبلوماسية الرئاسية أو ربما الاتزان الدولي الذي تقوم به الدولة المصرية والدفع طيلة التوقيت في أي بيانات أو حتى اتصالات رسمية كما نستقرئ الآن بخطورة تفاقم أو توسع الحرب في المنطقة. سؤالي هنا، ماذا عن المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي بطبيعة الحال مطالب بالآخر، صحيح أنها مسؤولية قومية للدولة المصرية والأطراف العربية، لكن المجتمع الدولي عليه دور ودور مهم حضرتك في هذا الإطار، يعني محاولة الوقوف في مواجهة المخطط الإجرامي لإسرائيل ووقف كل هذه الإجراءات، خصوصا في محاولة إسرائيل لتغيير معالم القضية الفلسطينية، محاولة يعني تغيير البعد الجغرافي كان وتفريغ القطاع من سكانه. كل هذا الامر يخضع بطبيعه الحال لمساءله دوليه، ليس مهم ان نذهب الى المحكمه الدوليه لاتخاذ اجراء يجرم هذه الاجراءات او نظم مذكرات توقيف من الجنايات الدوليه تجاه قاده الحرب ومجرميها الذين قاموا بهذا. المهم الان ان يكون المجتمع الدولي لديه ضميره وتقدير متطلبات الشعب الفلسطيني والوقوف في مواجهه هذا المخطط. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معنا. دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا على انضمامك لنا. إذا نستكمل آخر الأخبار فيما
يخص الأخبار في فلسطين. قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل أرباريس أنه يمكن تجنب اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط رغم حالة التوتر القصوى التي تشهدها المنطقة. أشار أيضا الباريس أن تجنب تلك الحرب يبدأ بوقف إطلاق النار في غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عرقلة إلى المدنيين في القطاع، ثم وضع إطار للحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لفت وزير الخارجية الإسباني أن بلاده حذرت منذ أشهر طويلة من خطر توسع رقعة الصراع الكارثة أيضا التي يعيشها قطاع غزة وامتدادها إلى لبنان ومن ثم تحولها إلى حرب إقليمية مدمرة، مضيفا أن منع امتداد الحرب إلى لبنان يجب أن يكون بين أولويات المجتمع الدولي. أكد الباريس أيضا أن المجتمع الدولي يعرف جيدا صيغة تحقيق السلام في المنطقة وأن ما يحتاج إليه هو الإرادة والشجاعة السياسية لتطبيقها. طلبت نحو 60 منظمة دولية تدافع عن الصحافة الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها ضد الصحفيين. وطالبت هذه المنظمات وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومفوض التجارة بتعليق اتفاق الشراكة المتعلق بالتبادلات التجارية مع إسرائيل وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرة إلى منع الصحفيين الأجانب عمليا من دخول غزة والاعتقالات التعسفية للعاملين في مجال الإعلام منذ بدء العدوان الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الماضي. أيضا من جديد الأخبار، استشهد 161 صحفيا وأصيب على الأقل نحو 186 وتم اعتقال 51 آخرون بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين. إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير حول إنشاء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، معتبرة أنها دعوة علنية وصريحة لهدمه. حملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية أيضا المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التحريض الذي يمارسه بن كفير وأمثاله أيضا، خاصة بإدخال ساحة الصراع في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها وقد لا تنتهي، مطالبة بتحرك دولي فاعل للضغط على الجانب الإسرائيلي لإجباره على وضع حد لممارسات بن كفير وعلى تصريحاته ومواقفه الاستفزازية، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على المستعمرين المتطرفين الذين يروجون للتصعيد والعنف وتوسيع دائرة الصراع. إلى ذلك، أعلنت مصادر طبية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 40,000 شهيد و 435 أيضا و 93,534 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. أوضحت المصادر أيضا أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و 66 مصابا خلال الساعات 24 التي مضت. أشارت أيضا إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول لهم. للمزيد معي على الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. حياتي دكتور. أهلا بك راغدة وكل مشاهدينك الكرام. أهلا وسهلا. في البداية أخذ رأي حضرتك في الخطوة بإعلان اليوم لإتمار بن كفير إعلان بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى، بالتأكيد هذا الإعلان يشكل انتهاك كبير، لكن ما وراء السطور كيف قرأت حضرتك دكتور المشهد بشكل كامل؟ في الحقيقة رغدة، هذا الإعلان ليس غريبا وكان متوقعا، ليس بجديد على إتمار بن كفير الذي في ثاني يوم تولى فيه منصب وزير الأمن القومي قام باقتحام المسجد الأقصى والأتباع المصلين، وفي نوفمبر من عام 22 منذ ذلك الوقت
إسرائيل تسير بمخطط خبيث وممنهج هو العمل على تصفيه القضيه الفلسطينيه والقضاء على كل مقومات الدوله الفلسطينيه، سواء من خلال الاعتداء على غزه والعدوان المستمر واتخاذ ما حدث في 7 اكتوبر ذريعه لممارسه التهجير القسري للفلسطينيين وتدمير قطاع غزه في المقابل بالتوازي ايضا لهذا الامر وفي هذا المخطط، وهو العمل على تهويد القدس وتهويد وتغيير معالم المسجد الأقصى وتحت مزاعم وجود الهيكل سليمان وغيرها من المزاعم التي لم يثبت صحتها. وهذا المخطط للأسف يتم الآن من قبل عناصر متطرفة موجودة في الحكومة الإسرائيلية، كان يتم السابق وكان تمر غفير يقوم بهذه الأعمال، لكن الآن هو مسؤول رسمي، بمعنى آخر أن هذا يتم تحت رعاية الدولة الحكومة الإسرائيلية وحماية قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية، وهو ما ينذر بكوارث خطيرة حقيقة، وأنه يشعل النيران ويشعل ويضع ويصب الزيت على النار، لأن المسجد الأقصى ليس فقط يعني هو مسجد عربي أو إسلامي، وإنما هو يهم أكثر من 2 مليار مسلم حقيقة. هو أيضا يعكس بأن هناك مخطط أن اليمين المتطرف الإسرائيلي لا يريد أن يحقق أي استقرار، بل بالعكس هو يقود وهذا يلعب دورا خطيرا. وأنا في اعتقادي أن توقيت هذا الإعلان مع هذا الاعتداء ومع هذا المخطط بيعكس أن هذا الحكومة واليمين المتطرف سموتريتش بن غفير هم بيسعون إلى إشعال المنطقة وإشعال التطورات، وما طبعا قد يترتب عن ذلك مفاعلات خطيرة. نعرف أن المسجد الأقصى هو أثر إسلامي، هو ليس الحق اليهود فيه أي شيء، وهذا بكل القرارات الدولية وقرارات المنظمات الدولية قامت إسرائيل بحفر آلاف الأنفاق تحت المسجد الأقصى خلال 70 عاما ولم تجد أثرا يهوديا واحدا، وبالتالي هذا الزعم وإطلاق هذا الكنيس بيعني محاولة والتمهيد لهدم المسجد الأقصى بعد أن أو تجاوز مرحلة الاقتحامات وتدمير ساحاته وغيرها، إلى أن هناك الآن من يسعى في إسرائيل إلى إشعال الحرائق، وبالتالي سيكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة الشرق الأوسط. طيب هذا فيما يخص يعني التحركات الأخيرة للمسجد الأقصى. طيب شروط نتنياهو الجديدة دكتور اللي وضعها، هل بترى أنها لشراء المزيد من الوقت أو لتضييع المزيد من الوقت إلى حين قرب الانتخابات الأمريكية ومعرفة من هو المرشح الفائز إذا كان جمهوري أو ديمقراطي؟ هل تحسب المسألة بهذا الشكل؟ في الواقع رغدة أن نتنياهو منذ البداية هو لا يريد ولا يرغب وليس لديه أي نية أو جدية أو فيما يتعلق بالتواصل والاتفاق والمفاوضات. نتنياهو ليس حريصا على رهائن الأسرى الإسرائيليين وهو على استعداد التضحية بهم، هو لديه مخطط خبيث ومخطط واضح ويريد أن يستمر في إشعال الحرائق رفع منسوب التوتر، لأن هذا فيه ليس له مصلحة والائتلاف المتطرف من بن غفير وسموتريتش للاستمرار في السلطة، ويعرف أن وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب سيعني نهاية مستقبله ومصيره ومحاكمته قانونية. ومن هنا نتنياهو يتبع استراتيجية واضحة منذ البداية منذ شهور، وهو الظهور بأنه مع المفاوضات وأنه يتجاوب كظاهريا تحت ضغوط أهالي الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين من ناحية، وضغوط الإدارة الأمريكية التي باتت تدرك أن ما يكون به نتنياهو في غزة بات يشكل عبئا استراتيجيا، وتزايد الضغوط الدولية والاعتبارات الانتخابية وتزايد الانتقادات لإدارة بايدن لدعمه المطلق لإسرائيل، كل هذا بيدفع نتنياهو إلى إبداء أنه مع المفاوضات، لكنه عمليا على الأرض الواقع يتبع نفس المنهج، يضع الشروط والشروط عندما يتم الاقتراب من التوصل إلى اتفاق أو توافق حول وتجاوز القضايا العالقة يقوم بوضع شروط جديدة وشروط تعجيزية، وهو يهدف أن يعرقل هذه المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي هذا بيعكس حقيقة أنه لا يمكن المراهنة على نتنياهو فيما يتعلق بالتوصل الاتفاق. هو يريد الرهان على أن الرئيس الأمريكي ترامب سيأتي مرة أخرى وبالتالي طول أمد الحرب، ويعرف جيدا أن إدارة بايدن الآن أصبحت قد بطل عرجاء لا تستطيع أن تمارس ضغوط عليه حتى لا تضر سلبا بفرص كمالا هاريس واتهامها بأنها لا تدعم إسرائيل في ظل المزايدة السياسية بين الحزبين، وبالتالي ما يحدث دائما هو أن الجهود المصرية المتواصلة في إطار فكرة أولويات الدولة المصرية، ومصر تتحرك كل وقت وكل لحظة من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، من أجل وقف المعاناة، والتوصل الاتفاق يتطلب أن يقوم كل طرف بمسؤولياته، أن يتتوقف عن طب مواقف القاهرة هذه في دعم حقوق الشعب الفلسطيني يا دكتور على أرض الواقع، طبعا بما تمتلك مصر من ثقل سياسي وأقليمي كبير في المنطقة، كيف يمكن أن تغير المعادلة؟ بالطبع رغدة الجهود المصرية متواصلة على كل المسارات، المسار الإنساني مصر
تعمل على تخفيف المعاناة وقدمت أكبر دعم إنساني للشعب الفلسطيني، أكثر من 87% من المساعدات. على المسار السياسي، هدف مصر مخطط اليمين المتطرف في تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين وتهجيرهم إلى سيناء على حساب الأمن القومي المصري. وضعت مصر خطوط حمراء ولاءات حاسمة وكشفت هذا الغطاء عن هذا المخطط الخبيث الإسرائيلي وأهدافه، وهذا ما دفع إسرائيل دائما ويدفع اليمين المتطرف إلى الافتراء والادعاءات على مصر، لأنه أصيب بحالة من الجنون واليأس. كان يعتقد أنه كان يمكن تبرير هذا المخطط لكن مصر وقفت كصمام للقضية الفلسطينية. مصر الآن حذرت من مخاطر مبكرا من المخاطر التوسع الصراع الإقليمي، وهذا الأمر نجد دائما كل فترة حدث يوم الأحد الماضي كلها بتعكس ما حذرت منه مصر من انجراف المنطقة لأطول حرب جديدة سيدفع ثمنها الجميع وستضر مصالح كل الدول بما فيها القوى العظمى على أقدام أمريكا بالطبع. مصر غيرت المعادلات، عادت القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى قلب أجندة المجتمع الدولي. الاعترافات الدولية التي تتالت حتى من حلفاء إسرائيل في أوروبا اعترفوا بالدولة الفلسطينية بحق تقرير المصير، كل هذا حقيقة لولا الجهود المصرية لكانت القضية الفلسطينية في مهد الريح. هذا اليمين المتطرف لديه مخطط خبيث، هو يسعى لتقطيع أوسان الضفة الغربية، تدمير غزة، استبعاد القدس وتهجير الفلسطينيين، لكن مصر حقيقة وقفت بالمرصاد لهذا المخطط، شكلت حائط صد، وهذا ما أصاب هذا اليمين بالجنون وهذا هذا الهزيان وهذا الافتراءات. كل مصر كل فترة ستارة تحت مفهوم المساعدات الإنسانية ومرة أخرى مزاعم حول تهريب الأسلحة كلها بدأت مكشوفة وكذب، لأن مصر حقيقة هي الدعم الأساسي للشعب الفلسطيني. مصر منحازة وتتعامل في دور الوساطة بما يتوافق مع الأمن القومي المصري، بما يتوافق مع الحقوق الراسخة والثابتة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ولذلك مخطط تمار بن غفير وسموتريتش ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية كل هذا بيعكس هذا الهزيان وهذا الإحباط والجنون من ثوابت وقوة ومتانة الدور المصري ودعمه للشعب الفلسطيني. حقيقة نجحت مصر في تغيير المعادلات، في تغيير الرأي العام الدولي والمواقف الدولية لصالح الشعب الفلسطيني. هذا ظهر في الجمعية العامة، في الاعترافات الدولية، زاد في عزة إسرائيل، في بدء الآن إسرائيل في محكمة في قفص العدالة الدولية. كل هذا لم يكن ليحدث لولا الجهود المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني. رغم التحديات والعقبات ورغم سياسة المراوغة والتعنت الإسرائيلي ورغم ميوعة المواقف الدولية ومن المواقف الأمريكي، إلا أن مصر لم تتوقف ولن تتوقف لحظة واحدة عن جهودها على كل المسارات، سواء المسار الإنساني أو المسار الأمني في وقت إطلاق النار والتوصل الاتفاق والعمل على منع التصعيد. ومصر دكتور، مصر، الأردن، السلطة الفلسطينية غير راضين تماما عن شروط نتنياهو الجديدة. هل من الممكن أن يقوم أحد الوسطاء بالدفع بمقترحات جديدة كما كان يحدث في السابق؟ أنا في اعتقادي رغدة كان هناك رهان على أن الدور الأمريكي سيكون أكثر فعالية، وأن أمريكا كان أبدت أن لديها رغبة في تحقيق والتوصل للاتفاق وحتى اهتمام من الرئيس الأمريكي بايدن، وذلك لعدة اعتبارات، سواء لمنع توسع الحرب إقليميا أو اندلاع صراع إقليمي أو لاعتبارات انتخابية لاستيعاب غضب المعارضين لإدارة بايدن ولكمال هاريس ما يتعلق بدعم إسرائيل. لكن للأسف لم يتم ترجمة هذه الرغبة الأمريكية وهذا السعي إلى ضغوط حقيقية وإرادة حقيقية، لأن أمريكا هي الطرف الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل. في الفترة الأخيرة دكتور، كيف لمست جدية الولايات المتحدة للتوصل للاتفاق؟ وما رأيك بالمقترح الأمريكي الأخير؟ المقترح الأمريكي، مش دائما نقول أن إسرائيل أمريكا دائما تريد أن تمارس دور الوساطة وهي تجلس في مقعد الإسرائيل. المقترحات الأمريكية دائما هي غالبا تحمل بشكل أو بآخر وجهة النظر الإسرائيلية. عندما يذهب بلينكين ويذهب المسؤولين الأمريكيين إسرائيل ويقولون أن نتنياهو موافق على الاقتراحات وأنهم قدموا اقتراحات، هي بتعكس حقيقة أن أمريكا يدها مغلول، هي تريد لكنها لا تستطيع ولا ترغب في ممارسة ضغوط حقيقية، لأن من سيدفع نتنياهو إلى التفاوض وكبح جماحي هو الجانب الأمريكي. لماذا؟ لأن أمريكا لا تقدم لها المساعدات العسكرية والدعم السياسي والدعم الاقتصادي والحماية في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي هي اللي قادرة على أن توقف هذا، وهذا مصلحة أمريكا، لأن الآن إسرائيل تقود المنطقة إلى حافة الهوية. إسرائيل الآن تريد أن تورط أمريكا في حرب إقليمية مع إيران وحلفائها في المنطقة، وبالتالي الإدارة الأمريكية تدرك هذا وتدرك أن نتنياهو يعرق المفاوضات، ومع ذلك لا تتحرك، يدها مغلولة. الرئيس بايدن الآن أصبح كالبطة العرجاء لاعتبارات انتخابية، وبالتالي كل هذا بيجعل نتنياهو يمارس الابتزاز السياسي التعنت. كلما كان هناك اضطراب وتوافق
حل القضايا العالقة وكنا قاب قوسين أو أدنى يظهر بشروط تعجيزية جديدة هو يساوم يرفض الخروج من معبر فيلادلفيا من معبر رفح محور فيلادلفيا محور مستريم. هذا بيعكس نية نتنياهو في إعادة احتلال القطاع وهذا كله ما ترفضه مصر. حقيقة مصر تؤكد على الثوابت تؤكد على أن معبر رفح هو معبر فلسطيني مصر تؤكد على عدم شرعية وجود القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا وضرورة أن تكون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية لوحدة الساحات ولا يمكن أبدا استبعاد أو تقسيم عارة احتلال قطاع غزة. هذه مواقف واضحة وثابتة مواقف مصرية راسخة داعمة للشعب الفلسطيني ورغم كل هذه التحديات إلا أن أيضا مصر مستمرة في المفاوضات التنسيق مع الشركاء سواء في قطر أو في أمريكا للعمل أيضا على استغلال كل الفرص وكل التحركات وأي خطوة من شأنها أن توقف نزيف الدم الفلسطيني وتوقف المعاناة الفلسطينية غير المسبوقة بسبب هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي غير المسبوق. إذا فرضنا دكتور أن معرفة من هو المرشح الفائز في الانتخابات الأمريكية أنها جزء مهم من المعادلة أو المشهد الآن، هل بعد الإعلان عن المرشح الفائز تستكمل المفاوضات؟ هل تتوقف؟ هل يعني الأمور تكون أكثر عرقلة؟ كيف يكون المشهد من وجهة نظرك دكتور؟ في الواقع أن نتنياهو هو طبعا يماطل ويضع الشروط وهو طبعا ليس حريصا تماما على الأسرى أو الرهائن الإسرائيليين ويمكن أن يضحي بهم في أي وقت لأهدافه المصلحية والشخصية. ولذلك نتنياهو استغل المفاوضات لضاعة الوقت هو يحاول إطالة أمد الحرب وإطالة أمد الأمور حتى يأتي الرئيس المقبل الذي هو يراهن على المرشح الجمهوري ترامب. لكن أنا في اعتقادي سواء في حالة وصول ترامب أو كمال هاريس يعني الموقف الأمريكي بشكل عام هناك اختلاف كبير بين الحزبين في كل شيء إلا في أمر واحد فقط متفقين عليه وهو دعم إسرائيل وأمن إسرائيل وبالتالي لا نعول كثيرا هو كل فيهما يقدم مزيد من الدعم أكثر ويزايد على الطرف الآخر وبالتالي أنا في اعتقادي المنطقة في منعطف يعني تدخل لمنعطف حذرات مصر وكثيرا وحذر الرئيس السيسي في لقاء أمس مع رئيس الأقليم الأمريكية المشتركة بأنه لابد من وقف هذا التصعيد نزع فتيل هذا التصعيد لابد من إطلاق مسار سياسي وإقامة السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية لأن سياسة العدوان الإسرائيلي وسياسة إشعال الحرائق لن تحقق لا الأمن لإسرائيل ولا لمواطنيها ولن تحقق الاستقرار وصدور بالمصالح الأمريكية وبالتالي أنا في اعتقادي من المهم أن تدرك الإدارة الأمريكية حقيقة هذا الأمر وأن تتعلم الدرس وأن درس 20 عاما من المواجهات والعنف والعدوان لم يحقق الأمن بالعكس أضر بالجميع أضر بالمنطقة غزة بيئة التطرف غزة تيارات التشدد في المنطقة ولذلك من العقلانية الآن أن يكون هناك خيار مهم يتعلق بإطلاق المفاوضات بإقامة الدولة الفلسطينية السلام العادل والدائم هو السياج الحقيقي لتحقيق الأمن لإسرائيل ومواطنيها هو الذي سيضمن استقرار المنطقة لأن القضية الفلسطينية هي تظل هي القضية المركزية وهي مفتاح الاستقرار في المنطقة وبدون حل هذه القضية ستظل هذه المنطقة في حالة من الصراع وحلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد التي يدفع ثمنها الأبرياء والمدنيين. نعم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معنا الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام ننوه إلى هذا الخبر حيث نعى مجلس الوزراء بخالص الحزن وعميق الأسى السفير نبيل العربي وزير خارجية مصر الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية. أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن خالص التعازي القلبية لعائلة الفقيد وأسرته الدبلوماسية المصرية والأسرة الدبلوماسية المصرية التي كان الراحل أحد أعظم رجالاتها راجيا من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. هذا وأكد رئيس الوزراء أن السفير نبيل العربي قدم عبر سنوات من عمره المديد من مسيرات حافلة في دوائر العمل الوطني والعربي والدولي كدبلوماسي مخضرم وقانوني بارز ومفاوض قدير ورجل دولة رفيع كما تتلمذت على يديه قامات جديرة في مضماري الدبلوماسية والقانون الدولي.
مشاهدينا الكرام فصل قصير وبعد الفصل عودة لنستكمل الأخبار. هذه التغطية ابقى معنا. We'll be right back.
أهلا بحضرتكم من جديد، وننتقل لجديد الأخبار في لبنان، حيث جددت طائرات الاحتلال الحربية اليوم الاثنين غاراتها على عدة بلدات في جنوب لبنان، وشنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت مركبة مدنية في مدينة صيدا، فيما استهدفت الطائرات الحربية بلدات الطيبة وكفر كلا وطير حرفة، تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي وخرق جدار الصوت في الأجواء اللبنانية. للتوضيح معي على الهاتف نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. تحياتي أستاذة نرمين. ووزير الدفاع الإسرائيلي يبعث برسالة للأقليم، مفادها بأنه يقول يجب أن نلقي نظرة شاملة على مشهد الحرب وندافع عن أهدافنا في الشمال والجنوب. سؤال هنا، هل يحدث ما نخشى بمسألة تطور الحرب ووجود يعني مجال للصراع بشكل أكبر، وهو متحذر منه دائما مصر؟ يعني بداية تحياتي لحضرتك أستاذة رغدة والسادة المشاهدين. يعني حسب التقديرات وحسب يعني ما حدث حتى الآن، لا توجد رغبة لدى الأطراف سواء في حزب الله أو إسرائيل للتصعيد بشكل شامل وجر المنطقة إلى حرب إقليمية يعني تدخل معها أطراف أخرى سواء من أذرع المقاومة التابعة لإيران أو حتى جر لبنان نفسها إلى حرب، لأنه يعني جر لبنان إلى حرب ستكون له أثار وخيمة على استقرار المنطقة ككل، وبالتالي لا تتوفر رغبة لدى الأطراف في التصعيد. ولكن كان لزاما على حزب الله أن يقوم بعملية كرد فعل على اغتيال القيادي فؤاد شكر في الضحية الجنوبية بيروت في أواخر يوليو الماضي، وبالتالي قام الحزب بهذه العملية بعد الكثير من الترتيبات وحساب رد الفعل، بحيث يعني لا يكون به الكثير من الاستفزاز للجانب الإسرائيلي لتجنب مسألة التصعيد. المصادر الإسرائيلية أشارت إلى ضربة استباقية للضربة التي شنها حزب الله صباح أمس الأحد، وأن هذه الضربة الاستباقية لإسرائيل هي التي منعت من وقوع أضرار كبيرة في الجانب الإسرائيلي. هناك دفع داخل إسرائيل بأن تكون هذه الضربات الاستباقية على نطاق أوسع في الجنوب اللبناني وتستهدف البنية التحتية لحزب الله حتى تكبر قدراته على رد الفعل. ولكن على الجانب الآخر يعني حزب الله يتمتع بقدرات عسكرية كبيرة وهو قادر على إلحاق الضرر بالداخل الإسرائيلي. من ناحية الأطراف الإقليمية، كل الأطراف تسعى إلى التهدئة، على رأسها مصر. مصر حذرت كثيرا من مغبة يعني التصعيد وفي المنطقة وإثارة المزيد من التوترات في المنطقة، ولا يوجد أي طرف إقليمي أو دولي يرغب في أن تتحول هذه المواجهة بين إسرائيل وبين حزب الله إلى مواجهة شاملة. ويعني هناك دفع بالحفاظ على الأوضاع الراهنة في الجنوب اللبناني وأن لا تتطور الأوضاع سواء في الجنوب اللبناني أو الشمال الإسرائيلي بما يدفع إلى حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل، وبالتالي جر المنطقة إلى مواجهة شاملة. أكثر من 40 غارة على جنوب لبنان كما ذكرتي تركزت تحديدا على إقليم التفاح ومرتفعات الريحان، هذا جديد الأخبار فيما يخص لبنان أستاذ نرمين. هل يتجدد المشهد أو يصبح مشهد مكرر ومعاد مما يحدث في غزة؟ أنا أتصور حتى الآن أن إسرائيل تحافظ على مسألة حرب الاستنزاف على الجبهة الشمالية. حزب الله والآخر يحافظ على نفس الوتيرة، هي حرب استنزاف لكل طرف من الآخر، وتعتمد أكثر على طول النفس وتعتمد على الأوضاع في غزة. يعني إسرائيل هي في التوقيت الحالي هي غير قادرة على شن حرب شاملة لأنها لازالت يعني متورطة في غزة ولا يوجد أفق حتى الآن إلى انتهاء الحرب. على الجانب الآخر حزب الله يحافظ على مسألة الاستنزاف للجيش الإسرائيلي لأنه لا يريد الدخول في مواجهة شاملة مع إسرائيل تدمر قدرات الحزب وتقضي على قدراته على الردع. ويعني ما هو معروف عن حزب الله أنه لن يوجه ترسانته العسكرية كاملة ناحية إسرائيل إلا إذا كانت إيران هي هدفا مباشرا للضربات الإسرائيلية. التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها لبنان أستاذة نرمين، إلى أي مدى هي مؤشر واضح على ما سبق؟ وأعني هنا ما سبق وحذرت منه مصر مرارا وتكرارا حتى اللحظة.
يعني أنا أتصور أن الأمور حتى الآن هي تحت السيطرة وسيتم احتوائها بشكل كبير. هناك تحركات على مستوى الدبلوماسية المصرية للدفع بهذا يعني للدفع في هذا الإطار. كانت هناك مبادرات فرنسية أيضا منذ بداية الحرب ومنذ بداية انخراط حزب الله في هذه المواجهة، كانت هناك مبادرات فرنسية لاحتواء هذا التصعيد. وبالتالي أنا أتصور أن يعني الأوضاع في الدولة اللبنانية ستكون مستقرة طالما استقرت الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل ولم تخرج عن مسألة حرب الاستنزاف. أما إذا تحول الأمر إلى حرب شاملة بين الجهتين ربما هناك يعني تنشب أخطار عن الوضع داخل الدولة اللبنانية. بما أنك ذكرت أن الأوضاع مستقرة، ما الحلول السياسية التي ربما يمكن أن تطرح للوضع الذي يتفاقم أو يفاقم نفسه تدريجيا في لبنان؟ أتصور أن يعني الحل هو في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ويعني هذا شأن داخلي لبناني ما يتعلق بالأوضاع السياسية، ما يتعلق باحتكار الدولة للسلاح، تعلق باحتكار الدولة لقرار الحرب، هي كلها شؤون داخلية لبنانية. لا شك أن الوضع يحتاج إلى إعادة تصحيح أو تصحيح، ولكنه في التوقيت الحالي يعني مستقر لحد كبير، وأنا لا أعتقد حتى أن حزب الله يريد توريد الدولة اللبنانية أو جر لبنان إلى حرب مع الكيان الصهيوني. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة نرمين على وجودك معنا. الأستاذة نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب مشاهدينا الكرام، يعني احنا بهذا الهاتف يمكن استقرأنا الوضع في لبنان وما قبله الوضع في فلسطين. خلينا مع حضراتكم، طيب كان معنا تقرير لكن يعني الوقت يداهمنا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، تحياتي أنا رغدة بكر وتحيات فريق العمل، وعلى رأس الساعة نشرة التاسعة. إلى اللقاء، شكرا متابعة.